اليوم عندنا مجموعة من الأسئلة حول السنة النبوية، يعني قد تثار أو قد بعض الشباب يسألها لكن ما عنده الإجابة لها. اليوم معنا ضيف كريم الدكتور الشيخ عثمان الخميس، حياك الله شيخنا. الله يحفظكم ومبارك عليك الشهر. أهلا وعليك. بعض الأسئلة شيخنا بنطرحها ممكن تدور في أذهان الشباب. والبعض يعني يطرح هذه الأسئلة قصد التشكيك، والبعض يمكن يطرح هذه الأسئلة قصد معرفة الحق. فإحنا إن شاء الله نتكلم بلسان هذه الناس ونطرح هذه الأسئلة. شيخنا بداية، أحكام الشريعة الإسلامية، شنو المصادر اللي إحنا نأخذ منها الأحكام الشرعية، الحلال والحرام والمكروه والواجب، هل هو مصدر واحد أم مصادر متعددة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكركم على هذه الاستضافة، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل خالص الوجه الكريم. اللهم سبحانه وتعالى. طبعا الحلال والحرام لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. نعم، هذا هو الأصل. لكن هناك شيء يسميه أهل العلم الإجماع، وهما أجمع عليه علماء الأمة. لكن هذا الإجماع أيضا قال أهل العلم إنما هو مبني على الكتاب والسنة، ما في إجماع يعني بعيد عن الكتاب والسنة. ثم كذلك القياس، وهذا أيضا يدل له الكتاب والسنة. وإذاك الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أمر بالتفكر والتدبر والتبصر سبحانه وتعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو جعله في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا هذا أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في قياس الأولى وما شابه ذلك من الأمور، وهو القياس. وهو قياس الحكم على حكم بجامع علة. فالقصد أن في النهاية الحلال والحرام مصدرهما الأصل الكتاب والسنة. نعم شيخنا. شيخنا بالنسبة للسنة، البعض يقول أنتم على أساس مصدقين أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أقرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، كيف أقر بهذا الكلام المنقول من 1400 سنة؟ ممكن يطول التحريف، يطول التبديل، ممكن يكون الكلام المنقول إلينا مكذوب، فكيف الرد على؟ أولا نحن كمسلمين نعتقد عقيدة جازمة أن الله تبارك وتعالى حافظ هذا الدين. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا كلام محسوم. وقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأصل أن الذكر يشمل الكتابة والسنة، فدين الله محفوظ سبحانه وتعالى. ولما جعل الله تبارك وتعالى هذا الدين أو هذه الشريعة، لنقل أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لكن هذه الشريعة كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بالنسبة للأنبياء، هذه الشريعة جعلها الله تبارك وتعالى صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. فلا يمكن أن تكون هذه الشريعة صالحة لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان ويكون قد أصابها التحريف، لا يمكن هذا، بل لابد أن يحفظها الله تبارك وتعالى لتصلح لكل زمن لكل أحد لكل مكان. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القرآن والسنة عندنا واحد، كلها نقل. ما في واحد فينا نام واستيقظ من النوم حافظ القرآن. يعني شيخنا هو مو كتاب من 1400 سنة خذيناه. كذلك القرآن بالتلقي. نعم. أخذ السنة بالتلقي. نعم. يعني كما أن القرآن أخذ بالتلقي، السنة أخذت بالتلقي. لا فرق بين القرآن والسنة في النقل. نعم. كلاهما نقل بالتلقي، تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون عن الصحابة، ثم أتباع التابعين عن التابعين، وأتباع أتباع التابعين، وهكذا حتى وصلت إلينا سواء السنة أو وصل إلينا القرآن. فلذلك إذا لم نثق بالقرآن ولم نثق بالسنة لم نثق بالدين. فالدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. أما كيف نثق أن هذا الدين هو الذي أتى به الله، أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنزله إليه، أو هذا الدين الذي نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من يتكلم بهذا الكلام واحد من الاثنين كما تفضلتم في البداية، إما أن يكون طاعنا في الدين يريد يعني عيبه وغير ذلك، وإما أن يكون يعني متشككا من شبهات سمعها. أما الأول فهذا حسود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا حسد لهذه الأمة، لأنه لا توجد أمة على وجه الأرض، حتى أن نتكلم عن الأنبياء السابقين، لا توجد أمة حفظت عن نبيها إسنادا واحدا، بينما هذه الأمة تحفظ عن نبيها أسانيد
وليس إسنادا. شيخنا شو المقصود بالإسناد يعني؟ يعني تعرف تصل إلى نبيها صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل فلان عن فلان عن فلان، يعني الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم أتباع التابعين. أقرب ما لنا الإنجيل. الإنجيل لم ينقله أتباع عيسى أساسا، تلاميذ عيسى لم ينقلوا الإنجيل، وإذاك أناجيل متفرقة مختلفة. فكيف بحياة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن ينقلوا هذا. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام يعجز اليهود أن ينقلوا عن موسى فضلا عن غيرهما من الأنبياء صلوات ربي وسلامه. الدين الوحيد، الشريعة الوحيدة، الأمة الوحيدة التي نقلت عن نبيها كل شيء هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة محسودة على هذا الأمر، أننا نقلنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم حركاته وسكناته وصفاته وأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. هذا لا يوجد إلا عندنا، فلذلك هذه الأمة محسودة. فهؤلاء المشككون حاسدون لما نحن عليه. هذا الأمر أول. أما الآخرون وهم الجاهلون والذين لبس عليهم شبه عليهم، فهؤلاء نجيبهم بأنه كما نقلت السنة نقل القرآن، وإذا صار الإنسان يشكك في كل شيء لا حيلة لنا معه. لكن نحن نتكلم عن شيء منقول بنقل علمي مؤصل، حتى إن علماء الغرب أقروا بهذا. قال لا يوجد علم جرح وتعديل ودقة في الأسانيد كالذي عند المسلمين. شيخنا هذه ميزة عظيمة جدا. تعليقا على كلامكم، شفت واحد يعني يصور فيديو يثبت القرآن وينكر السنة، فمن يعني استدلالاته على إنكار السنة أن الذين نقلوا السنة رجال. والذين نقلوا القرآن كذلك يعني هم نقلت السنة. نقلت القرآن، هم نقلت السنة. فهي قضيتان، إما أن تقبلهم أو أن تردهم. من رد السنة عليه أن يرد القرآن. النقلة واحدة، نقلت القرآن، هم نقلت السنة. ولذا الإمام مالك، عفوا الإمام أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى، لما تكلم عن هؤلاء المشككين الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يبطلوا الكتاب والسنة. فالطاعنون في الرواة هم رادون الكتاب والسنة. فإذا طعن في السنة، طعن في نقلة السنة، هم نقلة القرآن، إذن هي مرحلة. إذا قبلنا منهم طعنهم في السنة، سنضطر بعد ذلك أن نقبل منهم طعنهم في القرآن، لأن نقلة السنة هم نقلة القرآن الكريم. شيخنا نبي تفصيل بسيط على قضية نقل الحديث. يعني هل عملية نقل الحديث من مثل ما تفضلت من الصحابة والتابعين إلى أتباع التابعين إلى الرجال الذين انتهى إليهم الحديث، هل هي قضية عشوائية ولا يعني هل هناك قواعد، هل هناك ضوابط، ولا هي يعني سمعنا ونقلنا؟ يعني لا، هو لا شك أن سمعنا، لا شك في هذا. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أقواله، الأمر الثاني أفعاله، الأمر الثالث تقريراتي، وهو أشياء تقع أمامه يسكت عنها، والنبي لا يسكت عن الباطل صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس ما نقله الصحابة من صفات النبي، من هيئته، حركته، طريقة كلامه، لون بشرته، طول شعره، عدد شيبه، تبسمه، يعني اللي هي الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه، فصاروا يراقبونه مراقبة عظيمة، فينقلون عنه كل شيء. قال كذا، تبسم، حرك يديه، شبك بين أصابعه، غضب، سكت عن هذا عندما رآه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني نقلوا كل شيء عن هذا النبي الكريم. من هؤلاء؟ هم الصحابة الذين عاشوا معه صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاوتون في النقل. ولذلك صغار الصحابة هم أكثر النقلة، لأن الناس احتاجوا إليهم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التابعون لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسألون الصحابة عن صفة النبي، عن أقواله، عن أفعاله، عن تقريراته، صاروا يخبرونهم فعل كذا، قال كذا، وقع في زمنه كذا، شكله كذا، صورته كذا صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الصحابة يأمرون الناس بالصلاة، بالصيام، فيقول قال النبي كذا، قال النبي، فينكرون عليهم بحديث عن النبي وهكذا. فالصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم حدثوا عن حياته، عن أقواله، عن أفعاله. من سمعهم؟ سمعهم التابعون. التابعون نقلوه لي
أتباع التابعين. التابعين في عهد أتباع التابعين بدأت الكتابة. نعم. في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد التابعين، في عهد عمر بن عبد العزيز أمر ابن جريج وأمر الزهري أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي رواياها هما، فجمعت بعض السنة. ثم بعد ذلك صار أهل العلم يجمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت المسانيد، مسند معمر، ثم مسند موطأ مالك، وموطأ ابن أبي ذئب، ابن الليث، ثم بعد ذلك سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن جريج، كل واحد صار يجمع له كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطور بعد ذلك، صار ابن عبد الرزاق في مصنفه، ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم جاء البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، قبلهم مسند احمد، مسند الدارمي وسنن الدارمي. فهؤلاء تباروا في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي، يسمعونها من شيوخهم وشيوخهم يسمعون من شيوخهم، وهكذا تنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء الثقات، وكانوا دقيقين جدا، ما ينقلون عن اي احد. يعني الامام مالك رحمه الله دخل المسجد يوم قال في هذا المسجد يصلي 70 رجل، كل واحد منهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لا يؤخذ منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الأمانة ما لها علاقة أبدا، لضعف حفظهم، لسوء حفظهم. يأتون للعالم الجليل أو للقاضي أو للعابد فيردون حديثه، ليش؟ سيء الحفظ، هذا حديث الرسول ما في غشمرة. عرفت؟ فيردون حديث واحد مثل ليث بن أبي سليم قاضي ابن لهيعة قاضي مصر، يردون حديث له سيء الحفظ. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام بالفقه لكن سيء الحفظ، ما نقبل حديثه. حماد بن أبي سليمان يردون حديث له سيء الحفظ. وعلماء كبار، عبد الله بن العمري يردون حديث له سيء الحفظ. فيردون أحاديثهم ويجلونهم ويقدرونهم. نعيم بن حماد شيخ البخاري يسمونه أسد السنة، أسد السنة، إذا روى حديثا قل سلامتك، ما نقبل منك حديث. ليش؟ سيء الحفظ، ما في، ما عندهم يعني مجاملة لأحد، هذا دين. علي بن المديني سألوه كيف حاله عبد الله المديني والده، قال اسألوا غيري، أبوي شو تكلم عنه، قال اسألوا غيري، قال سألناك، قال ضعيف. والده ما عنده غير، ما لأن هذا دين، إن هذا الأمر دين. شعب بن الحجاج جاءه حماد بن زيد، حماد بن زيد قال له يا شعبة كف عن أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش أبوه أبو عياش ابن ربيع بن أبي عياش، صحابي جليل من المهاجرين، يعني جده صحابي، جد أبان صحابي. فقالوا له، وكان هذا أبان متهم بالكذب، كان متهم بالكذب، شعبة أي مجلس يذهب إليه أبان كذاب، لا تحدث عن أبان، لا تحدث عن أبان. فجاء حماد بن زيد وغيره وقال له كف عن الرجل، فضحته، على الأقل قدر أسرته، هذا من أسرة كريمة، قرشي ووالده مهاجر، كف عن الرجل، فضحته. فقال طيب، ثم انطلق عن حماد بن زيد، ذهب إلى المقبرة بعد يومين شعب الحجاج، والناس مجتمع عند القبر، تدري طولوا على المحفرون في السابق يدفن الميتة، شاف أبان شعب الحجاج، تذكر، قال أيها الناس أبان كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاح على حماد بن زيد قال يا أبا سليمان زين، لا أستطيع، إنه ديني، لا أستطيع أن أكف عنه لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء لا يمكن أن يفوت عليهم مثل هذا الحديث، حديث كذب أو شيء، ناس خافون الله، وبنفس الوقت الواقع تعال أثبت لي أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أثبت لي أن كذب، أن مر عليهم حديث كذب، ما مر. قواعد مو فوضى، قواعد. شفت الحين قواعد الرياضيات؟ نعم. هل ممكن واحد يجيك يقول 5 ضرب 4 27؟ لا. كم ضرب 5 ضرب 4؟ 5 ضرب 4 20. ليش هو؟ تعرف بعد. زين؟ فلما يقول 5 ضرب 4 27 تقول له لا ما يصير. يقول لا يمكن غلطان، ما في قانون. كذلك عندهم قانون. نعم. ما يروون أي حديث، حطوا 5 شروط لصحة الحديث. أن يرويه عدل ضابط. زين؟ و
وأن يتصل سنده ولا يكون فيه شذوذ ولا تكون فيه علة قادحة. وضعوا شروطا والتزموها، مو بس وضعوا شروط ومشي أمورك، لا التزموا هذه الشروط. ما يطلع حديث حتى يعني يدرس دراسة يقتلونه درسا ثم بعد ذلك يحكمون عليه صحيح أو ضعيف، ما هو لعب. خاصة لما تتكلم عن حديث الصحيحين درست دراسة عميقة جدا، ما في كتاب خدم بعد كتاب الله تبارك وتعالى كما خدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. يعني خدم نقدا ونظرا وشرحا واختصارا وبسطا، ما خدم مثل هذا كثير. ومع هذا أجمعت الأمة قال بصموا لهم صدقتم أحاديثكم صحيحة، ما هو لعب. يعني قضية مو عشوائية أبدا، بس أقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا 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 شيء متعوب عليه جهد بذل جهد. يعني تصور يعني واحد مثل شعبة بن الحجاج سمع حديثا من إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، سمع منه حديثا عن النبي صلى الله عن 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 عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كفارة المجلس. طيب عفوا في الوضوء زين. فلما سمع هذا الحديث عن عقبة بن عامر غضب شعب الحجاج، قال من حدثك بهذا؟ يقول لإسرائيل قال حدثني جدي أبو إسحاق السبيعي. ذهب إلى جده قال هل سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من عبد الله بن عطاء. قال أين عبد الله بن عطاء؟ في مكة. سافر إلى مكة، هو في البصرة في الكوفة شعبة، سافر إلى مكة على حمار عشان يتأكد من حديث واحد. وصل مكة لقى عبد الله بن عطاء قال أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. قال سمعته؟ قال لا. قال من حدثك؟ قال سعد بن إبراهيم. قال أين سعد؟ قال في المدينة. سافر المدينة على حمار، تصور كم يوم عشان بس يتأكد من حديث واحد. وصل إلى المدينة، من حدثك بهذا؟ يعني واحد مثل هذا يدور إلى البصرة إلى الكوفة علشان حديث واحد، هل يفوت عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر؟ ما يقدر. ألفت كتب مجلدات بالرجال، ميزان الاعتدال، الكامل في الرجال، بحر الدم في ذم فيما تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم، الضعفاء البخاري، الضعفاء للنسائي، الضعفاء المتروكون للدارقطني، الثقات لابن حبان، الثقات لابن شاهين، كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب لابن حجر. يعني ألفت كتب في الرجال، يعطون كل واحد ديرته، اسمه، شيوخه، تلاميذه، وين سافر، منين جاء، كم حديث روى، متى مات، وين مات. يقدر واحد باكر يقول يصيدونه. يعني واحد حدث عن خالد الحذاء حديثا فقال له متى سمعته منه؟ قال سمعته من تاريخ كذا 106. قال هو ميت 103، شلون سمعته منه؟ لهالدرجة يعني يصيدون الوفيات، متى توفي ما تستطيع تحدث عنه. يعني الكذابون، يعني كان علماء الحديث بالنسبة للكذابين كالشوكة في حلوقهم، ما يستطيعون أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يفضحون مباشرة. هذا عدا حفظ الله لهذه السنة سبحانه وتعالى. شيخ يعني أنت صورت للحديث هو مو بس قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستحيل. أصلا لو يجينا البخاري على جلالة قدره، مسلم على جلالة قدره، أحمد على جلالة قدره، زين هؤلاء من كبار رواة الحديث، زين لا يأتينا واحد من مالك بن أنس يأتينا يقول قال رسول الله، نقول سلامتك من حدثك؟ وذاك معروف شيء اسمه بلاغات مالك، مالك أقدمهم. نعم. مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنان فقط، متقدم الإمام مالك، زين بينه وبين النبي اثنان. فلما يأتي مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامتك من حدثك؟ كيف سمعته؟ شيخنا نقدر ناخذ مثلا تطبيق عملي على حديث من ناحية دراسة السند كرجال وكحديث؟ طبعا طبعا. تعطينا شيخ مثال فيهم يعني؟ يعني أعطيك مثال، يعني أشهر ما نقل يسمونه سلسلة الذهب. نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. زين لما يأتي مالك ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو مالك عن سالم عن ابن عمر اللي يكون. مثلا مالك شيخ في أي سنة كان موجود؟ أو مالك تابع تابعي. تابع تابعي. تابع التابعي. عن سالم تابعي أو عن نافع تابعي. نعم. عن ابن عمر صحابي.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجون يشوفون مالك، من هو مالك؟ تلقى ترجمته مالك بن أنس الأصبحي، زين عالمون هل درس النافع ولا عالم المدينة، ماذا قال عنه أهل العلم في ترجمته، ثقة غير ثقة، كذا يبينون منزلته. ثم نافع، من يكون نافع، ترجمته ماذا قال عنه أهل العلم، وهل مالك رأى نافعا أو ما رأى، اتصال السند. ثم نافع عن ابن عمر، هل رآه ما رأى، هل سمع منه كذا. إذا ثبت اتصال السند وثبت أنهم ثقات قالوا هذا حديث صحيح. وإذا جاء فيه علة، رجل لم يسمع من رجل قال لا هذا حديث ضعيف، يتوقفون يقبل، ما يفوضى، شيء مرتب. شيخنا، لو أنا شخص يعني ما عندي العلم الكافي أني أدرس هذه الطريقة، كيف أعرف أن هذا حديث ضعيف؟ شنو المنهجية؟ لا ما تقدر تعرف، يعني أنت الآن ما درست الطب، شلون أعرف هذا المرض شنو علاجه وشنو الدواء؟ طيب مو شغلك، عرفان؟ أنا ماني طبيب، صح، ما يصير أوصف دواء، يقول أوصف لي دواء شلون أعرف المرض، وهذا ما تقدر تعرف، لكن تدرسه. إذا أنا بعرف أن هذا دواء زين أو هذا دواء شيء، ما تقدر تعرف، لأن تسأل متخصص. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. لا تعلمون، حنا نقول عط الخباز خبزك لو أكل نصه، صح، زين. فما يصير واحد ما درس علم الحديث ولا شيء يقول أنا شلون أعرف هذا حديث صحيح، شنو يتألف، زين، حجرة بدرة تقول هذا حديث صحيح، ما يصير. هي القضية وما فيها علم، علم كما الطب علم. أنا واحد يقول زين أنا ببني بيت، شلون أبني بيت؟ ما يصير تبني بيت، ما تجي يطيح على هلا وتسبب في وفاتهم، مو أنت مو شغلك هذا، إحنا احترام التخصص. نعم، أهل التخصص هم اللي يعرفون هذا حديث صحيح ولا حديث ضعيف. فتسأل أهل الذكر أو في كتب معينة اهتمت بالصحيح فقط كالبخاري ومسلم. أنا أقول لك اقرأ وأنت مغمض، شو يقول المصري، حط ببطنك بطيخة صيفي، صحيح، خلاص أخذها تقبله. ليش؟ لأن الأمة، تصور الأمة، ها، علماء الأمة أجمعوا على صحة هذين الكتابين، أقول خذوا أنت مغمض، فهكذا تكون المسألة. شيخنا، قضية نقد الحديث وإيراد الشبهات، هل هو تو صار ولا موجود؟ لا، العلماء ينقدون الأحاديث. شيخنا، أنا أقصد شبهات على مواضيع الحديث أو طعن لا في الحديث. يعني ما يفوت على العلماء، ما يفوت على العلماء، يعني ينتقدون المتن أحيانا، يعني الحديث ظاهر إسناده يقول لا ممكن يخطئ، هم عندهم هذا مو معصومين، المعصوم الرسل، اللهم صل وسلم، هذول غير معصومين الرواة، يمكن يخطئ، وذلك يخطئون بعض الرواة الثقات. ولكن عندما يأتي إنسان يروي لي 100 حديث غلط في واحد، هذا مضبوط، هذا حفظه جيد 100%، شنو غلطة واحدة بين 100 حديث؟ ولا شيء، وغلطة بسيطة، يعني مو غلطة قصدي يسيرة مو شايدة. فأعطيك مثال، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد للعبد المملوك أجران، زين، العبد المملوك أجران، زين، ثم يقول ولولا الجهاد في سبيل الله، للعبد المملوك الصالح أجران، يقول ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري بأمي لا تمنيت أن أكون مملوكا، زين. قال أهل العلم، هذا خرجه البخاري، أهل العلم قال لا مستحيل يقول رسول الكرام، ما يقول رسول الكرام، ما يحض على العبودية، يعني لا ما يقول رسول الكرام. ليش؟ قالوا أولا، يعني الكلام الأول صحيح، للعبد المملوك الصالح أجره مرتين، هذا قال الرسول ما عنده الكلام، لكن زيادة لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري بأمي، هذا مو كلام الرسول. ليش؟ أول شيء أم الرسول متوفية، ماتت عمر 6 سنين، شلون بر بأمه؟ زين، ثاني الرسول كريم، شلون يتمنى أن يكون عبدا؟ لا يمكن. فقالوا هذا مدرج، هذا من كلام أبي هريرة، تشكوه يعني ما يمر، زين، قالوا هذا لا يمكن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال لأن الرسول لا يتمنى أن يكون عبدا، ويشترط في النبي أن يكون حرا، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أمه متوفية، شلون يقول بري بأمي؟ فعلموا من هذا أن هذه أخطأ فيها أحد الرواة، والمفروض أن يقول إيش؟ للعبد المملوك الصالح أجره مرتين، قال أبو هريرة ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري بأمي لتمنيت أن أكون عبدا. فهو خلط من كلام النبي وأبو هريرة، هذا أحد الرواة غلط، صادوه ما يمر. أعطيك مثال ثاني، لما جاء حديث عند الحاكم أن
أسماء بنت عميس هي التي جهزت فاطمة لعلي رضي الله عنه الزواج. جاء الذهبي قال لا ما يصير. قال ليش؟ قال علي تزوج فاطمة في السنة الثالثة من الهجرة أو في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر، تزوج فاطمة يعني في السنة الثانية من الهجرة. أسماء بنت عميس كانت بالحبشة، أسماء بنت حميس جاءت مع وفد الحبشة مع فتح خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، أسماء بنت حميس معهم. فشون هي جهزت فاطمة السنة الثانية وهي بالحبشة بذاك الوقت؟ فقال هذه علة في الحديث، ينظرون إلى المتن يعني إذا صار في علة ينتبهون لها، ما يفوت ما يفوت على أهل العلم شيء أبدا، وإذا فات على هذا لا يفوت على الذي بعده. هذا الدين والله الحافظ، هذا الدين بهؤلاء الرجال، هؤلاء مجرد وسطاء، ولا الحافظ الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى هو اللي سيسر الأسباب. طبعا طبعا طبعا. شيخنا البعض يقول الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأنا صحيح. أكتفي في القرآن عن السنة واللي فيها كافي بحكم هذه الآية. الكلام ما له قيمة هذا، يعني كيف يكتفي بالقرآن؟ القرآن يقول لما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهى. والله القرآن يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله سبحانه وتعالى يقول من يطيع الله والرسول، فكيف يعني كيف يطيع الرسول؟ أين طاعة الرسول إذا كان ما يأخذ إلا القرآن؟ أين طاعة الرسول اللهم صل وسلم عليه؟ هذه واحدة. الثانية، القرآن جاء بقواعد عامة ما جاء بالتفاصيل، التفاصيل كلها في السنة، التفاصيل جاءت في السنة ولم تأتي بالقرآن الكريم. القرآن الكريم جاء بقواعد عامة طيب، والسنة جاءت مفصلة القرآن، وذلك السنة بالنسبة للقرآن إما أن تأتي مؤكدة وإما أن تكون مفصلة زين، وإما أن تكون مقيدة لمطلق، وإما أن تكون مخصصة لعام، وإما أن تكون مضيفة في أحكام ما هي موجودة في القرآن أضيفت في السنة. يعني الحين واحد يصير يتزوج عمته، لا مو عمته عفوا، يجمع بين البنت وعمتها، لا ما يصير. طيب هذا مو موجود في القرآن. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، بعض يقول إلى أقل وأن تجمعوا بين الأختين، عرفتون؟ ما جاء بين البنت وعمتها، هذه بالسنة، البنت وخالتها بالسنة. يقولون أن النقل الفعلي للأمة هذا نكتفي فيه عن السنة، مو فعلي هذا، هذا قولي، هذا قولي من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكتفي بالسنة؟ مثل أحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام حتى أحكام الصلاة ما في اختلاف في الصلاة، ما في ناس يصلون كذي ناس يصلون كذي، صح؟ ما في ناس بعد الركوع يحطون ذين ناس ينزلون ذينهم، ما في ناس في السجود يثني قدميه، في ناس يفرد قدميه، منين نعرف هذه؟ من السنة. فإذا رفض السنة شنو العملية؟ وزين والحين راضي اللي قاله أبوه ما يرضى اللي قاله الرسول؟ هذا كلام ما هو منطقي أبدا أبدا. السنة العملية مختلف فيها، كيف تضبط الاختلاف هذا؟ عن طريق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، أما ما نقله الآباء والأجداد. الآن في كثير من الأمور حنا نشوفها بالصلاة، الشيبان وهذا يقول من جايب لنا هالدين؟ أول مرة أسمعها. أنا أذكر يوم السترة، أول مرة أسمع بالسترة، ما سمعنا فيها السترة، معناتها إذا على دين الآباء والأجداد ما في سترة إلى الآن، أصلي في سترة. وهكذا قس على هذا كثير، في أمور كثيرة ما كان يعرفها الآباء والأجداد، كيف يقول حين تلقيناها عن الآباء والأجداد؟ في أشياء كثيرة تنقلها الإنسان عن الآباء والأجداد هي غلط، ما هي صحيحة. طيب وشلون الآن القراءات ما يعرفونها الآباء والأجداد، كيف الآن قبلها الناس؟ وهكذا. شيخنا البعض يقول أن السنة تعارض العقل، بدليل أن حديث صحيح مسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل نهر من أنهار الجنة، أصول هذه الأنهار، وليست هذه الأنهار نفسها ما يشابهها في الجنة كأسماء، ليست هذه الأنهار اللي في الدنيا، وإن في الجنة أنهار بهذه الأسماء، لأن هذه الأنهار هي أنهار الجنة خابطة، وشون قايلة النيل لو تشرب منه حوش مغص، عشان ولكن القصد أن هذه الأنهار في أنهار مماثلة لها في الجنة، لأن هذه الأنهار ما في شيء. يقول ابن عباس ليس مما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، فاشتباه في الأسماء ما في تعارض. إذا كان كذلك الله سبحانه لما ذكر فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين، يقول بعد هم يرد هذا، يقول شلون نهر خمر؟ يرد القرآن هنا. شيخنا يقولون بعد أن بعض الأحاديث تعارض القرآن، يعني في حديث البخاري من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، وقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى،
هذا نبه عليها العلم، هذا تنبهت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في زمنها. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة كيف والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال أهل العلم إنما المقصود هنا أنه يعذب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا إذا كان أمرهم بهذا، هو الصاهم قبل أن يموت قال إذا مت بمناحة على مستوى زين، أو كان هو يفعل هذا في حياته كلما مات أحد كلما مات أحد فهذا سنة سنة سيئة زين. هنا هذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه، أو أنه يعذب اللي هو العذاب النفسي مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. قد ما تجد أنت الحين السفر بالطيارة مثلا خاصة بعد درجة أولى ولا رجال أعمال أو بالسيارة وطريق جميل ومعك رفقة طيبة أو مع أهلك وكذا، وين قطعة العذاب؟ لكن يبقى اسمه سفر زين، وقد يكون هذا على عامة الناس في الجملة، فلا لا يرد الحديث بهذا ولا يرد القرآن بهذا. وذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عذب، قالت عائشة كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسير، هذا نقش الحساب. قال هذا العرض، ومن نقش الحساب عذب، فالله الذي سماه حساب يقصد به العرض ولا يقصد به الحساب. فهنا السنة تبين القرآن الكريم. أما اللي يجي واحد يقول الله حديث هو ما فهمه فيجعل جهله على الدين كله ردا للسنة، هو جاهل في هذا. إينا. يعني شيخنا هنا يجرنا سؤال أن كما أن هناك قواعد لدراسة سند الحديث كذلك عند أهل العلم قواعد للترجيح بين الأحاديث. في كتاب جميل جدا اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب آخر اختلاف الحديث للشافعي، جمع هذه الأحاديث التي يدعون فيها تعارض وكذا وهذا وشرحوها بينوا صار بينها توفيق أبدا. نعم. شيخنا الفقه والحديث، هل سليم أني أنا أدرس الفقه مجردا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. والفقه كمتون حديثية شيخ، يعني كمتون الفقه كطالب أدري العلم أنت تدرس الفقه على مذهب ما في مشكلة زين، الفقه أقوال العلماء خاصة لما تتكلم عن مختصرات، لكن لما تروح الكتاب كتب متوسعة الفقه يعني لا يذكروا الأدلة. الحين لما تجي للشافعي رحمه الله تجي بالإقناع مثلا مختصر، لكن تروح المجموع النووي يبدأ يذكر لك الأحاديث، لأن في المختصرات ما يذكرون هذا. كذلك لما تأتي لي مختصر خليل، لما تروح للتمهيد يذكر لك، عفوا مو التمهيد الاستذكار يذكر لك التفصيل، عرفت؟ لما تجي حق مثلا المختصر الخرقي أو الزاد أو الدليل تروح حق المغني يذكر لك الأحاديث يذكر لك. ففي كتب مختصرة وفي كتب مبسطة. نعم. فلذلك الكتب المبسوطة هذه هي تشرح لك تجيب لك الأحاديث. ما في فقه إلا مبني على الحديث، لكن هذا الاختصارهم مثل الحين الفرائض، لما تقرا الرحبيه مثلا في الفرائض ما فيها لا ايات ولا حديث كلها مبنيه على الحديث الايات. نعم. اي نعم. شيخنا ابو هريره رضي الله عنه من المكثرين في الحديث طبعا، قالوا شلون راوي اكثر من 5000 طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، انا ناقل الشبهه، شلون راوي اكثر من 5000 حديث وهو ما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم الا 3 سنوات فقط؟ يعني شيء غير منطقي، 5000 حديث، متى يأكل متى يشرب متى ينام متى؟ أول شيء يعني لما تحسب الحديث حقيقة هذا أول شيء ذكره ابن حزم نقلا عن بقية بن مخلد، أنه وكتاب بقية بن مخلد ما هو موجود اللي هو مسند بقية بن مخلد. أكبر مسند موجود هو مسند أحمد، وحديث أبي هريرة في مسند أحمد ما تتداول 3200 حديث تقريبا. زين، لما تشيل المكرر لأن في مكررات كثيرة ما تصل أحاديث إلى 1800 حديث. زين، لما تشيل الحديث الضعيفة ما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشيل لك 200-300 حديث، يبقى لك 1200 حديث. زين، هذا 1200 حديث منها تشيل منها اللي هي الموقوفة اللي هو كلام أبي هريرة وظنه البعض حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، تشيل منها الأحاديث التي رواها غير أبي هريرة أيضا. يعني أبو هريرة لم يتفرد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفر بحديث واحد. كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة رواها الصحابة رضي الله عنهم معه، فمعناها ما تفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. حتى يقال 3 سنين أو 4 سنين أرشان، وثلاث سنين كيف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحاديث. ثاني، العدد مو كبير بالنسبة تتكلم 3 سنوات ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة تتكلم عن الحديث شنو قال صعد مشى أكل. زين،
شيء أفعال، شيء أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلها قولية. نعم. في شيء فعلي، في شيء تقريري. نعم. فيحدث عن النبي كل شيء. ثم هم يعني اللي يعارضون يقولون يعني وين أبو بكر ما روى هالكثر؟ وين هي القضية؟ وما فيها أن صغار الصحابة هم أكثر رواية من الكبار، لأن كبار الصحابة ما احتاج إليهم الناس كثيرا أن يحدثوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي عايشين معهم صحابة أصلا. صح. لكن صغار الصحابة عاشوا مع التابعين، فهم صاروا مدارس. نعم. وذلك لما تأتي الصحابة اللي تجاوزوا 1000 كلهم صغار الصحابة، أبو هريرة، عائشة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، أنس بن مالك، هؤلاء السبعة رووا تقريبا 64% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفت إليهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن العاص، تقريبا 70% من أحاديث النبي رواها التسعة، رواها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس احتاجوا إليهم فصاروا يحدثونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كثيرا يروي أبو هريرة هذا العدد، خاصة تتكلم أبو هريرة تفرغ للتحديث، كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند 800 طالب يحدثهم عن النبي كل يوم، يحدثهم حتى أنه في يوم من الأيام كان يحدث ومستند على بيت عائشة، بيت عائشة لاصق في المسجد، زين، فيقول لها عقب ما ينتهي من الحديث، يقول: يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين شيء مما قلت؟ يعني هل في حديث قلت أنا غلط ولا كذا ولا كذا؟ قالت: لا، إلا إن رسول ما كان يهد هدكم هذا، يعني ما كان رسول يجلس ويحدث هالكثر، يعني كانت تنكر عليه أكثر من الحديث، لكن ما أنكرت عليه ولا حديث واحد، أنا قالت الحديث هذا ما اللي قلته مو صحيح ولا كذا. فعطني حديث أبو هريرة أخطأ فيه رضي الله عنه، زين، حديث أبو هريرة في الصحيحين كلها 176 حديث بس، 176 حديث أبو هريرة في الصحيحين. فأنت قاعد تبني، أنت تقول 5000 كبرونها كذي، وهؤلاء الذين يحتجون على أبي هريرة 5000، عندهم جابر بن الجعفي روى عن جعفر الصادق 250,000، شنو 5000 بالنسبة لربع مليون؟ ماكو مقارنة، 210,000 حديث. لا، وجابر يقول: ما دخل علي قط، ما دخل علي إلا مرة واحدة وما رأيته عند أبي قط. يلا، وربع مليون، 250,000 حديث، شنو هالحكي هذا؟ يعني الذي ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه، زين، ما يقبل مثل هذا الكلام. لكن هو للطعن فقط، الطعن، يريدون الطعن في الشهود، كما قال أبو زرعة، يعني يقول يعني الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريدون أن يبطلوا الكتاب والسنة، لأن هؤلاء نقلت الكتاب والسنة، أبو هريرة من رواة القرآن ومن رواة السنة، فيريدون أن يطعنوا بشهودنا ليطعنوا بنقلهم، يطعنوا بالكتاب والسنة. يعني هو طريق الكفر والحق، طريق طريق أبو هريرة غير مقصود لذاته، وإنه مقصود السنة التي نقلها أبو هريرة رضي الله عنه. شيخنا، السؤال الأخير نختم فيه البرنامج، هو دائما يتكرر علي، ولأن ساعات تغفل عن الحق وتظن أنت على حق، وفي النهاية تجد أن أنت مو على حق، على باطل. صحيح. شنو أسباب الضلال شيخنا لو نحصر أسباب الضلال؟ إيه، يعني أسباب الضلال كثيرة، منها الاستعجال، صار يستعجل باتخاذ الحكم، منها قلة البحث، ما بحث كثير، استعجل في هذا، منها أن يكون نقله عن غيره دون أن يتثبت، زين، منها عدم الإخلاص، عدم الصدق مع الله تبارك وتعالى في بحثه وكذا، منها هوى، عناد، وأبى غلب وكذا، يكون لهوى، زين، ومنها قد يكون رفقاء السوء، زملاء كذا، هذه قد تكون طبعا من تزيين الشيطان. نعم. النفس الأمارة بالسوء، كل هذه تكون من أسباب الضلال. كيف يتجنبها شيخ؟ العكس، أن لا يستعجل في الكلام، زين، يحرص على طلب العلم. نعم. والشيطان أبعد ما يكون عن طلبة العلم والعلماء، زين، لا يتبع هواه، لا يتصدر، لا يحرص على التصدر بين الناس، يختار أصدقاء، يختار شيوخه، ما يطلب العلم عند أي أحد، زين، يتريث في أحكامه، يسأل قبل أن يصدر حكمه، كل هذه الأشياء إن شاء الله تعالى من أسباب الهداية إن شاء الله، مع الدعاء طبعا. نعم.
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والصدق والإخلاص. نعم. الله أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الله يحفظكم. وأن ينفعنا بما علمنا يا رب العالمين. جزاكم الله خير إن شاء الله ونراكم في حلقات قادمة. اللقاء. شرفتنا شيخ، جزاكم الله خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب.